النشرة انتهت، وهذا تذكير بأهم العناوين. إهمال كبير للطريق الرابط بين صلاح الدين وبغداد، والمواطنون يناشدون الحكومة الاتحادية بوقف نزيف الدم عليه. ساكنين اسع بمار مال المهجرين، وجاي بحين احصل لي 2000 دينار واطلع من الظهر واطلع للبيع. تفشي ظاهرة التسول في تكريت، والأطفال يمتهنونها بدلا عن مقاعد الدراسة. الضلوعية تأنى من قلة الكهرباء وتأثيرها في حياتهم المعيشية والاقتصادية. مو كان نايم تحت التبريد وقاعد ويقول أنا محافظ، ليس هو بالمحافظ. أهالي مصر ينامون فوق المياه الآسنة ومليارات الدنانير المخصصة للأعمار في الهواء. شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله.